بسم الله الرحمن الرحيم. دينا بيت هارت امبير كونفنشن، والطريقة ديت بتريبريزنت كل لينك بأربع برومترز، وهما الألفا والدي والاي والسيتا. الألفا هي اللينك تويست، والدي هي الديستنس أو اللينك، دي هي اللينك اوفسيت، الاي هي اللينك لينث، السيتا هي الجوينت انجل. الالفا هي الروتيشن حوالين الاكس، الدي هي المسافة. لو احنا افترضنا ان هنا عندي مثلا او زيرو، ودي زد زيرو، ودي الاكس زيرو، وعندي هنا او واحد، ودي الاكس واحد، ودي الزد واحد. تعريف بيقول ان المسافة بين او زيرو والانترسكشن ما بين زد زيرو والاكس ون على طول زد زيرو هي ديت الدي. الاي هي المسافة بين التو زد، يعني لو زد زيرو زد واحد يبقى ديت الاي. السيتا هي الروتيشن حوالين الزد، ديت السيتا. ديت الأربع برامترز اللي احنا هنطبقهم على المسألة دي عشان نطلع الترانسفورميشن ماتريكس بتاعها. أول حاجة خلينا نعرف الزد الأول بتاع كل جوينت. هنا دي كده زد زيرو، زد واحد، زد اتنين، زد تلاتة، زد أربعة، زد خمسة، زد ستة. الزد هي بيبقى في الاكس بتاع الاكتويشن اكس بتاع كل جوينت. لو انا ديت اللي هي الريفيو جوينت، البريزماتيك بيبقى الترانسليشن بتاع الجوينت. نلوكيت السيتا، دي هتبقى السيتا واحد، السيتا اتنين، والسيتا دايما بتبقى يعني السيتا اي بتبقى هي الروتيشن حوالين الزد اي ناقص واحد، يعني السيتا اتنين هي الروتيشن حوالين زد واحد، سيتا تلاتة هي الروتيشن حوالين زد اتنين، سيتا خمسة هي الروتيشن حوالين زد اربعة، سيتا اربعة هي الروتيشن حوالين زد تلاتة، وهكذا. بعد كده الاكس، الاكس هي الرول بتقول ان الاكس هي العمودي. لما نيجي في اللوكيشن بتاع الاكس، هي الاكس العمودي على، يعني لو قلنا مثلا دي كده الزد زيرو وديت الزد واحد مثلا، الاكس هي بتبقى العمودي هم عليهم هما الاثنين، تبقى العمودي. يعني المفروض ان ديت لو انا مثلا عندي كده زد وكده زد، يبقى الاكس هي العمود عليهم هما الاثنين. يعني الاكس اي هي العمودي على الزد اي، والزد اي ما يصغر. بمعنى انا عندي زد زيرو اهيت، الزد زيرو اهيت، والزد واحد، تبقى الاكس واحد هنا. عندي كده زد واحد وزد اتنين، تبقى الاكس اتنين هنا.
عندي ال اكس اتنين زد اتنين وادي ال زد تلاتة. الاكس بيبقى هي بتبقى في نقطة تقاطع بين ال بين الاكسس انترسكتد اللي هي الاكسس المتقاطعة، فهتبقى على نفس النقطة بتاعت اكس اتنين. اكس أربعة هي نفس الفكرة بتاعت الإكس اتنين، هتبقى برضه في نقطة تقاطع فهتبقى هنا. زد خمسة وزد أربعة وزد خمسة متقاطعين فهي نفس الفكرة، فبرضه هتبقى هنا. وهذه الإكس ستة هي بتفترض عشوائيا فاحنا نفترضها اللي هي هنا كده. احنا كده محتاجين نطلع البارامترز، فهنقول ان الالفا والسيتا والدي والاي الفريم 1. الفريم 1 هنا اكس واحد، الجزء ده كده بيعتبر هو السفيريكال ريست بدون الجوينت ديت. فالاكس زيرو هي بتبقى لوكيتد في نفس الاوريجين بتاعة الاكس واحد، فهتبقى قصدي فريم زيرو بيبقى لوكيت في نفس الاوريجين بتاعة الفريم وان، فهتبقى هنا دي الاكس وان والاكس زيرو في نفس الوقت. فاحنا قلنا في التعريف ان الالفا هي الروتيشن حوالين الاكس، فانا عندي الزد زيرو كده والزد وان كده، فانا عشان اروح من الزد زيرو للزد وان هضطر ان امشي كده والزد زيرو للزد وان، يعني همشي انتي كلوك وايز هتبقى موجب 90. السيتا هي روتيشن حوالين زد زيرو فهتبقى السيتا واحد. الدي مفيش اي مسافة بين التو اوريجين فهتبقى بزيرو، والاي بزيرو برضه اتنين. بالنسبة للألفا، احنا الألفا هي روتيشن حوالين الإكس، أو هي الزاوية ما بين الزد واحد والزد اتنين، هما الاثنين بارلل فالزاوية بينهم زيرو. السيتا هي سيتا اتنين، الدي بزيرو، الاي هي المسافة ما بين الزد واحد والزد اتنين فهتبقى اللي هي هنعتبرها الاي واحد. تلاتة الألفا ما هي المسافة الزاوية ما بين الزد اتنين والزد تلاتة، فهي بزاوية عاملة كده، وهو كده كويس يعني هتبقى سالب 90. سيتا تلاتة، الدي احنا قلنا الدي ان هو المسافة بين، احنا قلنا ان دي هي المسافة ما بين التو اوريجين على طول الزد، وهم اصلا التو اوريجين هنا لوكيتد على بعض فهتبقى الدي بزيرو برضو، والايه مفيش هم اصلا متقاطعين مفيش ايه. اربعة هي الألفا هي الدوران من يعني الزاوية من زد تلاتة لزد أربعة كلوك وايز تبقى سالب 90. سيتا هي سيتا أربعة، الدي هم متقاطعين لا هي مش بزيرو هي بدي، لأنه قلنا إن الدي هي المسافة بين التو أوريجين على طول زد اي ماينس 1، يعني المسافة بين او 3 و او 4 على طول زد 3، فهتبقى المسافة دي كلها هي دي. دي 4 ودي هتبقى 0. 5 روتيشن حوالين اكس 5 كده سالب 90 برضو. تيتا خمسة الدي بزيرو لأن هما الاتنين أصلا بعض، والإي بزيرو. ستة سيتا ستة الروتيشن ما بين زد خمسة وزد ستة فهو نفس الاتجاه تبقى بزيرو. الدي ستة اللي هي المسافة بين التقاطع بين زد خمسة مع الأوريجين أي، يعني زد أي مع الأوريجين أي بلس ون اللي هي ديت اللي هي أو ستة، على يعني
على طول زد 5، فهتبقى المسافة بين O 5 و O 6 على طول زد 5 هي دي، هتبقى ديت دي جديدة من O 5 ل O 6 دي 6 دي 0 ديت، يعني ايه اللي احنا عطينا دي 6 دي 4 الألفا 4، هي الروتيشن ما بين زد 3 وزد 4، فهي هتبقى كلوكوايز، فهتبقى سالب 90. سيتا 4، دي 4، هي قلنا المسافة ما بين التو أوريجين على طول زد 3، فهتبقى المسافة دي كلها هي دي 4 والأي بزيرو. الألفا هنجيبها في الفريم 5، الفريم 5 الألفا من زد 4 لغاية زد 6، من لغاية زد 5 قصدي، هيبقى كلوك وايز برضو بسالب 90، والسيتا 5، سيتا 5، والدي بزيرو لأن أصلا التو أوريجين على نفس النقطة، فهتبقى دي بزيرو والإي بزيرو، لأن الزد 4 وزد 5 هما متقاطعين. 6 أول حاجة الألفا، هما الألفا بزيرو لأن هو مفيش أي روتيشن حول الإكس، الزد زي ما هي. السيتا اللي هي السيتا 6، المفروض إن هيبقى فيه روتيشن هنا، الروتيشن هنا حوالين زد 5 هي السيتا 6. الدي 6 هتبقى نقول المسافة بين التو أوريجين بين الـ O 5 والـ O 6، أديله كده الـ O 5 والـ O 6 على طول زد 5، مسافة بين الـ O I والـ O I minus 1 على طول الـ Z I minus 1، يعني المسافة دي كلها هي الدي 6 والاي بزيرو بس. احنا كده يبقى طلعنا كل البرامترز اللي احنا محتاجينها لكل لينك، بعدين نعوض في ترانسفورميشن ماتريكس ده، هنطلع 4 ترانسفورميشن ماتريكس هيضربوا في بعض، هيطلع الاي اي في الاخر للاي لكل لينك. في الاخر خالص هنجيب بقى ال تي 0 6 هتساوي اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 اي 5 اي 6، وبالنسبة لل بالنسبة لل للروتيشن والترانسليشن والترانسليشن والروتيشن زي ما هم موضحين بالصورة ديت.